السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. أوا جينا باش نكتشف لكم هذا المكان اللي فيه الواد. إذا هذا واد خاص ديال أكادير. إذا هذا الواد كيتواجد في لاكوت، وجينا باش نكتشف لكم. إذا مع الأسف الشديد داز الواد، داز داز قبيلة، عطلنا وجينا لقينا واحد شويه ديال الفيضان. ها انتوما كتشوف شويه ديال الفيضان، هاد الفيضان كيجي من هنا. ها اذا نتمنى السيول تجي من جديد، ونتمنى الفيضان يكون من جديد، حيت المكان ديال الواد هو هذا كما كتشوفوه، اللهم بارك. وهذا المكان كله فيه السيول. اذا هذا الواد كيجي تحت هذه البلاصه هنا في لاكوت، وهذا الواد ديجا صورناه ديك مرة، جاب الفيضان جاب السيول، وحنا جينا من جديد باش نصور لكم هاد الواد اللي جاب شوية ديال الفيضان. ها واحد شوية، ها واحد شوية اللي جاب. إذا اللي عليكم هو تبع هاد الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا القناة 100,000 مشترك. كلشي يدير ابوني كلشي يشترك. إذا هاد الواد داز على المكان ديالو، ها البلاصة ديالو تبارك الله. اذا يقدر تكون الشتاء من جديد، وغادي يجي هذا الفيضان من جديد. اذا ملي كتكون الشتاء بزاف راه كيجي. اذا تعطلت، اذا ها المكان ديالو حيت دايز. داز الواد، داز الواد تقريبا ساعة ونص، ساعة ونص تقريبا. حيت هو كاين الواد اللي كيدوز على حسب 4 سوايع، كاين اللي الواد كيدوز على 24 ساعة، كاين اللي كيدوز على 4 ايام، كاين اللي كيدوز على اسبوع الاودية الكبار. اما بحال هذا حدو هو 4 سوايع 5 سوايع، ولكن الى شاء الله قدر الله كاين الشتاء من جديد والعاصفه رعديه يجي من جديد. هادشي اللي كاين، اي حاجه نزلت في الارض يجي بها لهاد الواد. ايوا كما كتشوفوا اللهم بارك. اذا حنا شاركنا معكم هادشي اللي حتى الله، هادو هما الامطار غسيله اللي نزلت، وديجا كنصوروا لكم الاوديه، وربما كاينه عاصفه رعديه مجهده غادي نصوروا لكم واد سوس واد ديال اورير. اذا حاليا دابا راكم عارفين رمضان، الى غادرنا الى واد سوس يقدر يجيب شويه ولا ما يجيب والو. راكم عارفين واد سوس كيجيب الفيضان ملي يكون الفيضان ديال بصح، واد سوس كيجيب الفيضان ملي يكون السيول بزاف، راكم عارفين رمضان هذا. اذا هذا واد، انتم كتشوفوا المكان ديال الواد تبارك الله. نتمنى الاعجاب ديالكم، الاشتراك في القناه. اذا هذا الواد كيدي هذا الفيضان خاص للبحر. سمعتوا سمعوا سمعوا سمعوا، هذا الماء ديال الشتاء والله باش نكون واضحين، الفيضان ديال الشتاء. راه شفتوا الواد ديال طنجه كيدير، شفتوا شنو الواد ديال طنجه كيدير. اذا باقي السيول ديالو، هذا السيول ما غاديش يبقى هكا، ربما ساعه ساعتين غادي يسالي هذا السيول. اذا لو كان جينا شويه بكري، حيت ها المكان ديالو، ها المكان ديالو، قبيله راه وصل من هنا حتى لهنا، ولكن ما جيناش في الوقت. حيت الواد هو كيبغي في الوقت ديالو، خصك تجي في الوقت ديالو، اللحظه الوصول ديالو كيكون زوين، هو اللحظه فاش وصل الواد كيكون زوين، اللحظه فاش وصل. اما بالنسبه وقت اللي داز راه ما بقاش كيحطي واحد المعنويات اللي كيحبوا الناس، الناس يبغوا الواد الوصول ديالو. اكثريه بعض الناس كنسولهم كيقول لك بغينا الواد الوقت اللي وصل، اللحظه فاش وصل الواد اللي كيعجبنا. شوفوا ها دابا هاد الماء راه كيحفر، كيحفر الرمله وكيدوز. ها المكان ديال الواد، ها شتي المكان ديالو. اذا هاد الفيضان كيديه للبحر. اذا وفي نفس الوقت هاد الماء كيدخل للبحر، واكتشفنا لكم في واحد الفيديو قلنا لكم بانه فين جات السيول، راه جا من هنا. داك الفيضان اللي شفنا خاص في البحر راه جا من هنا. راه غير تعطلنا. اذا اجواء ممتعه، اجواء ديال امطار غزيره، الشتاء باقي غادي تكون. الحمد لله والشكر لله بهذه النعمه ديال سيدي ربي، هذا الخير تبارك الله الخير. انا عزيز عليا السيول والفيضان، انا ما كرهتش يكون الفيضان، يا ربي يكون الفيضان باش نديروا البوز. غير راه ملي كيكون الفيضان كنخدموا حدا، ملي ما كيكونش الفيضان راه صافي ناعسين، واقفين ما كنديروا والو. حنا في صالحنا الفيضان، حنا ما كرهناش الفيضان يكون ديما، ما كرهناش الشتا تكون كل سيمانه.
ايوا نتمنى الاعجاب ديالكم. اذا كنعتذر لكم على حسب المجهودات ديالنا، اذا حنا داكشي اللي قدرنا عليه راه درنا. وهذا هو ما تحقروش، غتبغوا نتوما تقولوا لنا صور لنا واد ديال تفراو ولا واد ديال اورير ولا بعد الاوديه في الجبوله، هذوك هما اللي كيكونوا زوينين. هاي متفق معاكم، هذوك الاوديه زوينين، ولكن راكم عارفين رمضان هذا وباقي ما كاينش الشتاء، خصنا الوقت. خصنا الوقت، الوقت ديال الواد وملي تكون الامطار غزيره، وخصنا نطلعوا للجبل باش نصوروا لكم الاوديه اللي بغيتو نتوما. عارفين شنو كتبغيو نتوما، بحال هذوك الاوديه ديال الجبوله كيحمقوا عليهم الناس، بديت تفرجوا فيهم من البدايه حتى النهايه. اما بحال هذا صعب جدا، تفرجوا دقيقه جوج دقائق ويخرج. كيبغوا هما شي حاجه. شوفوا شوفوا سبحان الله. شوف اذا التعليق ديالي، نتمنى الاعجاب ديالكم. اذا احنا درنا المجهود ديالنا باش نصور لكم هذا الواد. ها هو انتم كتشوفوا، كيرقص كيرقص الاخوان كيما قلت لكم، كيرقص ما غاديش يبقى هكا. يقدر تبقى توصل السته تلقى هنا الماء صافي سلا. ايوا هذا الماء كيمشي للبحر. اذا البحر كيقول لها غير جيب ليا، جيب ليا الفياضه. جيب. شوفوا شوفوا الارض كي دايره سبحان الله. اذا هاد الشتا زوينه، كتبين الارض زوينه نقيه، وكتبين اجواء ممتعه، كيكون واحد الجو خيالي اللي كتكون الشتا. كيتبدل الجو كيكون رائع جدا. حنا في صالحنا امطار غزيره، في صالحنا، وفي نفس الوقت الامطار غزيره كلها نفع السدود ديال المغرب غيكونوا عامرين. شوفوا المكان ديال الواد. شوف شوفوا تبارك الله. اذا اجواء ممتعه، المكان ديال الواد هو هذا تبارك الله. مالها راه كنملها وحتى لهنا. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، ونتمنى الاشتراك القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وانتظروا بعد الفيديوهات بعد الاوديه ان شاء الله يكونوا واعرين، ربما واد اورير وبعد الاوديه الا قدرنا نصورهم راه غادي نشاركهم معكم ان شاء الله اي حاجه جديده على امطار غزيره ان شاء الله بحول الله. الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا كل جديد. الله يخليكم، ساعدونا باش نوصلوا 100 كا، راه بغينا نوصلوا 100 كا. القناه جديده جايه في الطريق حتى هي، ديال امازيغيه، قناه امازيغيه غنهضر فيها بالشلحه فقط، والمحتوى باقي ما عرفناش بالضبط واش يقدر تكون السيول وامطار غزيره بالامازيغيه، امطار غزيره ولا الفيضان بالامازيغيه، الفيضان بالامازيغيه. اذا شكرا لكم على التفاعل ديالكم، شكرا لكم على اللايكات ديالكم. كان معكم محمد بيزاف من يوتيوبرز مغربي، تحياتي أكادير المغرب.